بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نرسم سقف من خلال اوامر الماس. خلونا نرسم الوول، نرسم غرفة صغيرة كده، وبعد كده نشوف ازاي نعملها السقف بتاعها من خلال الماس. هدخل دلوقتي على ماسنج اند سايت واقول له امبليس ماس، واقول له انا عايز اعمل الماس. تمام، عايز اقول له انا هغير الورك بلان بتاعتي، اخليها مثلا ليفل 1، وابدا اقول له من ريفرنس انا عايز ارسم بعض النقاط، ممكن على الورك بلان او ممكن تقول له على الفيس. طيب انا بكل بساطه تمام ارسم بعض النقاط اللي هتساعدني في الرسم بتاعي اهوت. تمام، ممكن نرسمها على هيئه اقواس او ممكن ترسمها على هيئه السي في لاين، مش تفرق كتير. تمام، واحدة تانية اهي. وبعد كده نرسم خط كمان. تقدر تعدل في النقاط دي بعد كده. اهي. هبدأ بقى أعمل عليهم سيلكت كلهم. واقول له انا عايز من كل دول بقى اعمل ايه، كرييت سوليد. عمل لي الشكل دوت. تمام، تقدر تعدل في اي نقطه فيهم، مثلا تعمل سيلكت على النقطه ديت وتعمل لها اب. تمام، تعمل سيلكت على النقطه دي وتحركها شويه كده. تمام، وتنزلها سنه بسيطه. تقدر تغير في الاشكال دي كلها تمام زي ما انت عايز اهوت. وبعد كده هقول له فينيش ميس. تمام، الشكل دوت موجود على الاليفيشن. هقول مثلا خلي ده 4 متر. تمام، محتاج يزيد اكتر، خليها 8. تمام، طيب في اي وقت تقدر تدخل تعدل فيها زي ما انت عايز. ممكن دلوقتي اقول له انا عايز احول ده لسقف حقيقي، باجي هنا من الاركتكشر واقول له انا عايز اعمل روف، روف باي فيس، واروح معلم على الفيس ديت والفيس ديت. تمام، واقول له كريت روف. عمل الروف بالشكل دوت. تمام، وتقدر تعلم بقى هنا، تقدر تصغر فيه زي ما انت عايز. طيب لو انا عايز اطرح من الشكل دوت، يعني في جزء معين مثلا عايز اشيله، وليكن مثلا حته الاضافه ديت، تمام، ممكن في اي وقت تقول له انا عايز اعمل edit face selection. تمام، وتعدل فيها زي ما انت عايز. edit in place، وتعدل فيه النقط براحتك. finish mess، اعلم على الشكل بتاعي. تمام، واقول له update to face، يعمل الابديت دوت. تمام، وممكن في اي وقت تلغي الماس دوت او تعمل له هايت بحيث يفضل الشكل اللي انت عايزه بس. وبعد كده اتعلم على الهوايت وتقول له اتاش توب، تروح معلم على الشكل دوت فيطلع لنا الشكل الروف.